المرحوم الله يغفر لنا ولاه يا ربي تغفر لي يا ربي. إنسان كان إنسان مبدع فنان كبير، أعطى الشيء الكثير بالنسبة للدراما ولا للمسرح ولا الأغنية الشعبية الملتزمة. كان إنسان متواضع، إنسان متخلق. يا ربي يا ربي ترحمه، يا ربي ترحمه في هذا النهار، يا ربي ترحمه، يا ربي تغفر ليه وجعلوا بزيوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والله يجعل مولانا يصبر العائلة دياله. الله يعطيهم الصبر، الله يعطيهم الصبر، الله يعطيهم الصبر. لله ما أعطى ولله ما أخذ، إن لله وإنا إليه راجعون. الأعمال اللي جمعتني بأعمال مسرحية وأعمال درامية تلفزيونية، منهم خمسة وخميس، مسرحية ولاد الوطن اللي مسرحية وطنية صورناها للقناة الثانية ورحبة الفراجة، مسرحية رحبة الفراجة هي صورنا للقناة الثانية، وقولوا تبارك الله اللي صورناها للقناة الأولى ودرنا فيها جولة في المغرب. مسرحية ملحمية من تأليف وإخراج السي عمر الله يرحمه والسي أحمد الروداني الله يشافيه والله يحفظه لنا والله يخلينا الله يطول عمره. الناس مبدعين، الناس عطوا الشيء الكثير. بالنسبة للكتابة المسرحية أو الكتابة الدرامية أو الكتابة الفكاهية، عندهم سلسلة فكاهية وعندهم مسلسلات درامية بحال 66 وخمسة وخميس، وواحد المسلسل كانوا كتبوه وباقي ما عرفت كيفاش ما سميتو، دفعوه للتلفزيون وباقي ما سميتو، سميتو وحدة من الجوج. مسلسل ممتع ومسلسل فيه ما يدار، ونتمنى من الله يوافقوا عليه التلفازة باش يتصور إن شاء الله ويشوفوا المغاربة ديالنا، حتى الأعمال ديالهم هما مقبولة، مقبولة عند المغاربة وعند الجمهور المغربي، لا بالنسبة للغنى ديالهم ولا بالنسبة للدراما ديالهم. والسي عمر الله يغفر لنا ولاه والله يرحمه، والله يجعله بجوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.